تو بادية الاستعداد، تو باش تبدا ان شاء الله، والامور الجديه تبدا تو ان شاء الله. ما نجموش نتنافسوا مع الوداد ولا مع الرجاء ولا مع الفوس ولا ما عندناش الامكانيات باش نتنافسوا. معنا احنا نمشيو ان شاء الله باش نكون انتدابات ذكيه، باش تكون في مستوى معين نتاع اللاعبين اللي يكونوا ان شاء الله يكون عندهم الطموح والحماس اللي باش يعوض على اللاعبين اللي عندهم خبره واللي نتمنى باش نتوفقوا فيهم.